هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضلين متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 25 سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل يستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، ويخصصها لمتابعة دور المرأة الإريترية في التغيير عبر تناول منشط وتظاهرة بولونيا الأخيرة. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إذاعة إرينا تشارك في المؤتمر الدولي لصحافة التحقيقات. المخابرات الإثيوبية تكشف خلايا إرهابية. الاستماع إلى شهود في قضايا فساد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يبدأ في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم المؤتمر الدولي لصحافة التحقيقات، والذي يستمر حتى 29 من الشهر الجاري. وينظم المؤتمر جامعة هوفن سيتي والمعهد الدولي لصحافة التحقيقات، ويقدم في المؤتمر خبراء وصحفيون دوليون محاضرات وندوات في مجال صحافة التحقيقات وأساليبها وأهميتها في العصر الحديث. وتشارك إذاعة إرينا في فعاليات المؤتمر، ويسرها أن تقدم لمستمعيها الأفاضل تغطية لفعاليات المؤتمر بعد انتهاء جلسات أعماله، وذلك خلال دورتنا البرامجية لشهر أكتوبر المقبل. أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في إثيوبيا السبت الماضي عن اعتقال عدد من أعضاء حركة الشباب وتنظيم داعش في البلاد لقيامهم بالإعداد لتنفيذ هجمات. وأضافت وكالة الأنباء الإثيوبية في بيان أن هدف هؤلاء الأشخاص كان مهاجمة أماكن عامة وأحداث دينية وفنادق في العاصمة أديس أبابا ومواقع أخرى في إثيوبيا. ولم تحدد الوكالة عدد من تم اعتقالهم، إلا أن وكالة بلومبرغ للأنباء نقلت عن التلفزيون الإثيوبي الرسمي أن 12 متشددا تم اعتقالهم، وتردد أن المشتبه بهم دخلوا إثيوبيا عن طريق جيبوتي. استمعت محكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يوم السبت الماضي إلى 3 شهود في إطار الدفاع عنه في تهم الفساد المنسوبة إليه، وكذلك قضية الأموال التي تم ضبطها في منزله عقب اعتقاله. وتراجعت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عن طلبها باستدعاء ممثل عن قوات الدعم السريع كشاهد في القضية. وشهدت جلسة السبت إحضار المبلغ المضبوط في منزل البشير من بنك السودان المركزي إلى قاعة المحكمة بناء على طلب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة، وتبلغ قيمة المبلغ نحو 7 ملايين يورو. ونفى الشاهد الأول خلال الجلسة، وهو وزير الدولة السابق برئاسة الجمهورية أبو بكر عوض حسين، علمه بمبالغ 25 مليون دولار تسلمها البشير ولا وجه صرفها. ونفى الشاهد الثاني طارق عبد القادر شكري، الضابط برتبة اللواء في جهاز الأمن والمخابرات، علمه بأي دعم يقدمه البشير إلى مطاحن الدقيق، لأنه لا توجد أي جهات بخلاف وزارة المالية تدعم الدقيق. أما الشاهد الثالث بدر الدين حسين، الموظف بإدارة السياسات والبحوث والإحصاء في بنك السودان المركزي، فأوضح أن قوانين بنك السودان تمنع أي جهة من التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. وكانت محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير قد بدأت في الخرطوم قبل فترة سابقة بتهم الفساد والثراء الحرام، إضافة إلى التعامل في النقد الأجنبي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من الخرطوم نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا تشارك في المؤتمر الدولي لصحافة التحقيقات. المخابرات الإثيوبية تكشف خلايا إرهابية. والاستماع إلى شهود في قضايا فساد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى
إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم سادتي في إذاعة إرينا الدولية من باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات. متابعتنا لهذا اليوم عزيز المستمع ستكون مقابلة مع الأستاذة آمنة فكاك من بريطانيا، وهي عضو ائتلاف المرأة في المهجر التي تنشط فيما يتعلق بحقوق المرأة وقضاياها سواء كان في الداخل والخارج. أستاذة آمنة، نحن سعيدين جدا أن نلتقي بك عبر السوشيال ميديا في إذاعتك، إذاعة إرينا الدولية من باريس. مرحب بك. هذه إذاعة إرينا. أهلا وسهلا، شكرا، السلام عليكم، وأحيي مستمعينك وأشكركم للدعوة. الله يخليك أستاذة آمنة. طبعا الآن في هذه الأيام اتحاد المرأة أو الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بين قوسين كما يروج في إعلام نظام أسمرة، يستعد هذه الأيام للاحتفال بالسنة 40 لتأسيسه، وهنالك في الاتجاه المعاكس المرأة الإريترية بالذات الموجودة في الخارج هي أيضا تنشط في ليس في إيقاف الاحتفال وما إلى ذلك، ولكن في توضيح الرؤية وتوضيح الحقائق بالنسبة لما يتعلق المرأة الإريترية، تاريخها وغيره وغيره والتحديات اللي بتواجهها. فكدك اللمينة أنتوا في ائتلاف المرأة في المهجر. أولا دينا خلفية عن الائتلاف ده، تكون متين وينشط في شنو، وبعدين نخش في الموضوع الثاني. وأهلا ومرحب بك، تفضل أستاذة. شكرا. نبذة مختصرة، ده ائتلاف تأسس حاليا السنة دي، مخرجات مؤتمر المرأة التنسيقية لهاي. السنة اللي فاتت قدمنا رسالة للمحكمة الدولية محتجين اللي بيحصل أوضاع في إريتريا وأوضاع المرأة الإريترية، فتأسست لجنة تسييغية لكي تنسق أعمال الاتحادات الموجودة في كل الدول المهجر كإريتريين. نحن عندنا اتحادنا اتحاد المرأة، فمثلنا في لهاي وكنا جزء من لهاي وجزء من التنسيقية. ففي مؤتمر فرانكفورت اتفقنا أنه يكون عندنا ائتلاف يكون مفتوح لكل الإريتريات بغض النظر موجودين في أوروبا أو في أمريكا أو في أستراليا، فكل اتحاد بيمثل في الائتلاف ده. في عندنا اتحاد سويسرا، اتحاد ألمانيا، من بريطانيا نفسها كذا اتحاد في شبكة المرأة الإريترية واتحاد بتاعنا، والباب مفتوح لأي اتحادات تجمعات المرأة عشان يكونوا جزء من الائتلاف ده. هدفنا إنه نحن كيف نتغوى، كيف نندد بالأوضاع اللي موجودة، كيف نساعد الإريترية أول ما تيجي للمهجر، يعني كيف نخفف منها من المعاناة بتاعتها، وما هو في بيننا فقط. يعني دي نحن فرصة موجودين في المهجر عشان ندي رسالتنا برضو، المجتمع الدولي يعرف ما قاعد يحصل في إريتريا ومن المعاناة اللي قاعد تعانيه المرأة الإريترية. فهو ده جميل جميل جميل، مبادرة طيبة ومبادرة مقدرة. نأتي إلى التحركات الآن الموجودة سواء كان لاتحاد المرأة الإريترية في الداخل، وتحركاتكم أنتوا في التجمعات النسائية المختلفة الموجودة. الهدف اليوم ان احنا حاليا انا موجودة في بولونيا، زي ما انت عارف هم عايزين يغشوا المجتمع العالمي او يساوموا بحقوق المرأة، النظام يعني بالمرصاد، النظام القاشم. أصلاً هم ما نظام، نحن قاعد نديهم الصلاحية نقول عليهم نظام، دول عصابة. كويس. فده اتحاد لإسم هو، أنا شخصياً بعرفهم، عشت هناك وكنت بشتغل في البلد، رحت الخدمة،
أنت بالإثم لما تقول أنا قائم اتحاد المرأة، قائم لحقوق المرأة، أين حق المرأة؟ يعني مهدوم حقها. نعم. يعني أول ما اتأذت هي المرأة الإريترية، المرأة الإريترية ما قصرت، عمرها ما كانت معزولة، ما كانت معزولة من الثورة. هي قبل ما تشارك فعليا ترفع السلاح، هم اللي كانوا يوصلوا الأسرار، يحتفظوا بالأسرار، يشجعوا الرجال يدخلوا الجيش، يعني يوقفوا لحق بلدهم. فأين الاتحاد من هذا؟ فين؟ هل سأل عليهم؟ هل المؤسسات أول اللي حاربوا، أول رفعوا سلاح، مرمين في المعسكرات؟ يعني نحن عايزين نحتاج نوريهم ده، نحن اللي بنحتفل به، نحن المعتزين، نحن اللي بنمثل الاتحاد، ما أنتوا. دي رسالتنا الأساسية. نعم. كفاية قش، نعم. كفاية تسول باسم، كفاية نحن ما نسمح لكم إنه أنتوا كفاية عليكم المساومة اللي قاعد تسموها بحقوق وتلعبوا بحقوق المرأة. فدي الرسالة اللي عايزين نوصلها، والناس ترجع في إنسانيتها وتعرف، يعني يبعدوا القشاوة اللي موجودة فيهم، إيش اللي قاعد يحصل. بلاش التصفيق، الناس قاعد تموت، ناس قاعد، يعني نحن أكثر من كده إيش حيحصل فينا؟ يعني بناتكم قاعد يموتوا في البحر، بناتكم قاعد يحصل فيهم اغتصابات، بناتكم قاعد يستعبدوهم، إيش في أكثر من كده؟ يعني إيش قاعد، إيش حيحصل فينا أكثر من كده؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم أعزائي المستمعين مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، وحلقة في برنامج متابعات، وضيفة البرنامج اليوم هي الأستاذة آمنة فكاك، عضو ائتلاف المرأة في المهجر. والأستاذة آمنة طبعا تتحدث عن واقع عاشته ليس من الموجودات في المهجر منذ سنوات، فهي يعني درست بالجالية العربية في أسمرة، ثم التحقت بمدرسة إبراهيم سلطان، وثم انتقلت إلى القاهرة وخرجت الزراعة في جامعة القاهرة، وعملت في الشبيبة الاتحاد الوطني، والتحقت بوزارة الزراعة في أسمرة، ثم هاجرت 2005 إلى بريطانيا. فهي عليمة بأحداث وواقع المرأة الإريترية. أكثر شيء كان يستفزك أستاذة آمنة وإنت في البلد فيما يتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وكرامتها وحق الوطني كان شنو مثلا أستاذة آمنة؟ عدم تقييمهم للمرأة، إن هي جزء من الوطن، ما معناها بس يهمها وضع المرأة فقط. المرأة قامت لحق الوطن ولحقها في كل شيء. مثلا حتى أجيب مثل بسيط، تفضل. في تقرير المصير أو في decision makers، دي صورة نحن بس ما بالفعل. نسبة في العمل كان في فرص يدو أغلبية بتشوف ما موجودين، نحن تقدر تقول أقل من 1% يدو الفرص، فرص التعليم، فرص العمل. شيء استفز، ما أنا بس استفز، كل الإريتريات. يعني الأخت دي نادلت، يعني الأول أنت لما بدأوا في التصريح بدأوا بالمرأة. يعني انت بعد، يعني حتى لما تسرح واحدة كانت حاملة اصلاح، هل انت جهزتها للمعايشة ولا خلاص الدور انتهى، انت بس كنت عايز عدد يحارب لك وخلاص. فده ما احترمت ان كونها عدت دور كوطنية، وده جزء منها. ما في شيء تقول ده عادي للمرأة. أشياء كثيرة بتستفز، يعني الشيء الواضح هو ده، يعني عملوا ديمورالايز للمرأة، إنه ليش ما اتورث الشجاعة دي؟ ليش ما قاعد يتواصل تقول لك أنا شفت أختي إيش حصل فيها، ليش أعمل كده حسن؟ يعني هم عمدا عملوا كده عشان كان عندهم أهداف سيئة زي ما نحن شايفينها. ولكن المجموعة الحاكمة في أسمرة أستاذة آمنة
بتقول إنه كيف المرأة موجودة، موجودة في الوزارات، موجودة في الاتحادات، موجودة ويكفي إنه المرأة كانت تلت الجيش الشعبي اللي هو امتداد لجيش التحرير، كانوا من النساء ومن المقاتلات يعني، والمرأة يعني هذه المزاعم والأشياء كيف ممكن نرد عليها واقعيا، إضافة لما تقوليه بكرامته وحقوقه وقرارات السياسية. في فرق إنه مثلا أنت تحط لي واحدة في الوزارة، على فكرة كل الوزراء عامة ما في حد بيقرر، هو رجل واحد اللي واقفة بيه، هو الكل في الكل، فما بس حاطط يعني أو مدي وزارة للمرأة فخلاص هي قاعد تمثل، دي صورة ما 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 حاجة فعلا موجودة هناك واقفة لحقوق المرأة. نعم. Just a picture. ما عندها أي دور. ثانيا لما رحنا نحن خدمة ما في ما يعني مكتب المرأة اللي تروح تشتكي فيه. كنت الدفعة كم أستاذة أمنة؟ الدفعة 16، نحن رحنا تبع الوزارات. جميل، طيب تفضلي. فحتى في الخدمة يقول لك يكفي كانت ثلث، أولا ما هي الحقائق، هل هي كانت نص ولا ثلث، فنحن عايزين حقائق مش التاريخ اللي هم اللي بيكتبوه التاريخ المزور. نحن ما حننكر كل الفضل والتضحيات اللي ضحته المرأة الإريترية أو الأخت الإريترية وما زالت قاعدة تضحي، كفاية إن هي أم أنجبت عواتي بنفخر فيها، بنفخر بيها. ثاني حتى في المعسكرات لما تروح تشوف يا أما تكون مراسلة للمسؤول يا أما تكون خادمة له، ليش؟ هل هو مفروض يحترمها إن هي جاية تدي دورها كإريترية وطنية تدي الخدمة، ولما تخلص الخدمة ترجع؟ نعم. ليش تجبر إن هي تعمل شيء خارج عن عاداتنا اللي كي تخرج من الخدمة أو يعمل له سبب؟ طيب الآن التحركات لحكومة أسمرة فيما يتعلق اتحاد المرأة الإريترية على قدم وساق، أنتوا عملتوا شنو عشان يعني تكونوا في الاتجاه، يعني هل تحركاتكم تفتكري أنه هي بمستوى تحركات اتحاد المرأة الإريترية لعكس الحقائق؟ وأكثر، نحن مفروض ما نقلل من التحرك اللي نحن بنعمله بقدر كل ما عندنا، كفاية ان احنا واقفين قاعد نسمع صوتنا، كفاية ان احنا من الساحة بتقول كفاية، لكن ما بيكفي بس قاعد نتحرك، ما ساكتين وما حنسكت لغاية ما موجودين نحن حيين، ما حنسكت عن الظلم، حنفدحهم وحنقول الحقائق وحنسمع صوتنا للي بيسمع، وحتى اللي ما بيسمع نحن حنعلي صوتنا، نحن واقفين مع الحق ونحن أقوى منهم، ما بنخاف من حد إلا من الله، هم تبع واقفين مع الظالم، حتى ما وقفوا مع الأخوات اللي كانوا حاملين السلاح واليوم ما معروف مكانهم فين، ما سألوا عليهم، هما ضحكوا في الأول لناس التانية كانت تتبعهم وما زال في ناس قاعد تتبعهم قاعد يضحكوا عليهم، لكن نحن ما حنسكت عليهم. طيب برامجكم أنشطتكم العملية الآن شنو أستاذة آمنة؟ ممكن تخطينا كائتلاف للمرأة، وهل الاتحادات الأخرى داخلة معاكم في بمعنى مبادرة الأمهات والاتحادات الفئوية النسوية اللي ذكرتيها قبل في بداية المقابلة؟ طبعاً الائتلاف المرأة زي ما قلت لك مخرجات المؤتمر فرانكفورت، فيه أعداء كله من كل اتحاد، أنا جزء، أنا عضوة من اتحاد المرأة الإريترية المنخفضة، اتحاد مرأة سويسرا، من النرويج،
في من السويد جايين واللي بعثوا رسائلهم، وعندنا برضو مستقلات بنادلات بيأيدوا التحرك بتاعنا من ألمانيا موجودين برضو في تحرك الأمهات. هم كمان الدعوة مفتوحة، وفي المثقفين والفنانين لأول مرة حيجتمعوا وإن شاء الله يطلعوا بمزلة. البرنامج بتاعنا اليوم حتكون رسالتنا للغرب الإيطاليين. يعني حتجتمعوا الآن في إيطاليا؟ حتجتمعوا الآن في إيطاليا؟ إحنا موجودين في بولونيا من امبارح. في بولونيا حيستمر لمدة كم؟ لغاية يوم الأحد من 13 لغاية يوم 15. فاليوم الندوة والمؤتمر حتكون موجهة، حتبدأ بذكر الشهداء والمطيبين، وفي رسالة المرأة امبارح واليوم، وفي حنسمع رسالة من المتعاطفين والدبلوماسيين الإيطاليين، وفي صحفيين أجانب مدعوين. فمساعدتنا اليوم موجهة، عايزين نوجهها للغرب، عايزين نفتح الوجه الحقيقي للعصابة، من هم وإيش قاعد يعملوا باسم الإريتريين وباسم المرأة الإريترية. ويوم السبت ندوة تفاكرية نحن للكل اللي حيشارك من الصباح لغاية الساعة 2 في كذا مواضيع، مواضيع في كيفية تنسيق عملنا، مواضيع المرأة الإريترية كيف نقوي نشاطاتنا، وكيف تقوية الائتلاف، ونجمع كل الاتحادات ونسق أعمالنا مع بعض في موضوع كبير، كيف الخروج من الحكم الغاشم، الحكم الغير ديمقراطي، كيف نمر بالديمقراطية، وكيف نعمل مع بعض. وبعد جميل كده من ساعة 2 في عندنا مظاهرات سلمية احتجاجية، ويوم الأحد حيكون ندوة للفنانين. جميل عزيزي المستمع، طبعا نحن أجرينا هذه المقابلة طبعا قبل بث هذه الحلقة، وما طرحته الأستاذة آمنة من برامج هي طبعا عقدت، وللوقوف على مخرجاته ممكن نلتقي بها مرة ثانية في لقاءاتنا مع إيرينا. طيب أستاذة آمنة، يا ريت تحب تقولي رسالة خاصة للمرأة الإريترية الموجودة في الداخل وهي تواجه القمع والإذلال وكل ما لا يمكن، يعني لا يتخيله إنسان يعني في هذا العصر. يعني المرأة الإريترية تواجه الأمرين بصريحة العبارة، فما هي رسالتك أنت في ائتلاف المرأة الإريترية في المهجر؟ ما نسيناكم وما حننساكم، وجعكم وجعنا نحن ليكم، بنعرف أنه أنتم موجودين في مكان ما تقدروا تعلوا فيه صوتكم، لكن إن شاء الله الفرج قريب. نحن هنا بنوصل رسالتكم، وهي رسالة كلنا. المرأة الإريترية لم تبخل لوطنها، ولن تبخل حاليا أن ترفع الأذى من أختها الإريترية. نعم، أنا باسم كل المستمعين والمستمعات أشكرك الأستاذة آمنة فكاك على تفضلك للحديث لإذاعة إيرينا رغم المشغوليات واستعداداتكم لعقد التظاهرة والوقفة ضد الاحتفال ب أو ما يزعم النظام الحاكم في أسمرة ممثلا في اتحاد المرأة الإريترية بالاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس الاتحاد. نحن نأمل إن شاء الله أن ترى المرأة الإريترية بلد مستقر آمن ديمقراطي ينعم بالعدل ودولة القانون. شكرا لك، وفي الختام إن شاء الله نكرر أنه تهانينا الحارة للمرأة الإريترية في الداخل والمهجر ووقفتها.
في الختام سادتي تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف من إذاعة إرين الدولية برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمون والفريق العامل. شكرا لك أستاذة آمنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا القدر من برنامجكم الأسبوعي متابعات، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم بأبرز ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا تشارك في المؤتمر الدولي لصحافة التحقيقات. يبدأ في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم المؤتمر الدولي لصحافة التحقيقات، والذي يستمر حتى 29 من الشهر الجاري. وينظم المؤتمر جامعة هوفن سيتي والمعهد الدولي لصحافة التحقيقات، ويقدم في المؤتمر خبراء وصحفيون دوليون محاضرات وندوات في مجال صحافة التحقيقات وأساليبها وأهميتها في العصر الحديث. المخابرات الإثيوبية تكشف خلايا إرهابية. أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في إثيوبيا السبت الماضي عن اعتقال عدد من أعضاء حركة الشباب المجاهدين وتنظيم داعش في البلاد لقيامهم بالإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية. وأخيرا الاستماع إلى شهود في قضايا فساد الرئيس السوداني المخلوع. استمعت محكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير السبت الماضي إلى 3 شهود في إطار الدفاع عنه في تهم الفساد المنسوبة إليه، وكذلك قضية الأموال التي تم ضبطها في منزله عقب اعتقاله. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تذكير بأبرز ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ولا يفوتني أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقات برنامج متابعات، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.